تسعى لاستعادة ذاك الهدوء المهدور منذ شهر. العاصمة الأوكرانية كييف لا يهدأ القصف الروسي على ضواحٍ كثيرة فيها. تحت ذاك القصف تعلن قيادة الأركان الأوكرانية مقتل 300 مدني على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد منذ بدء الهجوم الروسي عليها، مشيرة إلى أن قواتها كبدت نظيرتها الروسية في منطقة إيزوم شمال شرقي البلاد خسائر كبيرة ومنعتها من اختراق الدفاع. تمكنت أيضا من استعادة خط الدفاع الأمامي على بعض الحدود في المنطقة الجنوبية للبلاد. تؤكد وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاطها 3 مروحيات للقوات الروسية وإبادة فرقة إنزال مظلي روسية هاجمت العاصمة كييف. تواصل تأمين الغطاء الجوي للمدن المكتظة بالسكان والمناطق التي تضم منشآت صناعية. تضيف الدفاع الأوكرانية، لقد قصفت القوات الروسية بشكل مكثف مدينة خاركيف بالمدفعية والصواريخ. لا تنفي وزارة الدفاع الروسية أنها تستخدم صواريخها الأسرع من الصوت في أوكرانيا. دمرت أنظمة صواريخنا كنجال بصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت موقعا كبيرا لتخزين الوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ميكوليف. لقد قتلت نحو 100 من القوات الخاصة الأوكرانية بقصف قاعدة عسكرية في جيتومير شمال غربي البلاد. تعلن الرئاسة الأوكرانية تخوفها من تهديدات الروسية بهجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين غربية أوكرانيا، في حين ينقل الانفصاليون في دونيتسك أن الجيش الأوكراني قصف الأحياء الشمالية والغربية من الإقليم.